خلالها وجدنا بألمانيا ميونخ مع أودي، وخلال فعالية اللي قمنا فيها حبيت فرجيكم الخضار والبيئة والهواء النظيف والأكسجين. ومن وحي هالمناسبة كان في سيارات الجي ترون يلي هن بيعملوا على الغاز الطبيعي، وحبيت أعمل تجربة عليها للسيارة يلي هي الاي 4 الافنتي، وحتى كان في الاي 5 السبورت باك. بالرغم من انه ما راح يجوا لعنا على المنطقه بعتقد ابدا، فضولا مني وحتى كمان اعرفكم اكثر على السيارات المحبه للبيئه، فقلنا خلينا نجربهم، فتفضلوا معنا. خلال المؤتمر الصحفي شرح المهندسين انه سيارة الجي ترون اللي بتعمل على الغاز ما بتختلف ابدا عن السيارة الطبيعية. مجرد ما طلعت بالسيارة وانا بدي اجربها حاولت اقدر اكتشف شيء يخليني احس انه السيارة عم تعمل على البنزين او على الغاز، بس للأسف ما بتقدر تعرف شيء. تم تعديل المحرك ليتناسب مع البنزين والغاز بنفس الوقت، وهذا هو الشيء يلي بيخلي السيارة ما يبين فيها انه في اختلاف ابدا عن سيارة ذات المحرك البنزين. تخيلوا التعديلات اللي صارت فيه، هي تعديل بالفالفات صمامات، تعديل بالبيستونات، حتى الكمبريشن الضغط تبع المحرك صار فيه عليه تعديلات كمان، وحتى اضافوا البخاخات يلي بتبخ الغاز جنبا الى جنب للبخاخات البنزين. المحرك مؤلف من 4 اسطوانات 2 لتر TFSI بقوة 170 حصان و 270 نيوتن متر، اكيد مع علبة غيارات نفس اللي موجودة على الـ A4 الافنت العادي. بتتسارع السيارة من 0 ل 100 خلال 8.4 ثواني، والسرعة القصوى للسيارة هي 223 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للخزانات، خزانات موضوعة بشكل شوي اخذ اماكن من الصندوق الخلفي، واكيد بيوجد خزانين، خزان للبنزين وخزان للغاز. الخزان تبع الغاز مصنوع من الالياف الكربونيه والالياف الزجاجيه اللي هن الفايبر جلاس والكربون فايبر، وفيكم تشوفوا اماكن الخزانات كيف موجوده بالسياره. ففعليا هذه السياره تعتبر سياره صديقه للبيئه بشكل كتير كبير وبشكل امن كمان. هلا كنت تسالوا شو نوعيه الغاز اللي عم نستعملها لحتى نبسطها، الغاز تبع اللي بنستعمل بالبيوت للطبخ هو نفس الغاز المستعمل على السيارة، وهذا شيء إيجابي. إذا كنت عم تطبخ وخلص الغاز عندك بالبيت فيك تستعمل الغاز اللي بالسيارة، والعكس كمان نفس الشيء. وأكيد عم تتسألوا كيف يعني بالعكس كمان؟ تعرفوا عنا في أشخاص شاطرين بهالمجالات وبيقدروا يخترعوا أشياء كتيرة، فكونوا أكيدين إذا السيارة تواجدت بالشرق الأوسط الشخص حيكون عنده إياها بيكون قادر يخترع لها نظام يحط فيها جرة الغاز السيلندر بالصندوق ويوصلها على المحرك. محطات الغاز متوفرة بشكل مقبول بأوروبا وعم بيتم زيادتها سنويا بشكل كتير كبير. الحلو إنه شركة أودي عم تعطي 3 سنين تعباية غاز مجانا لكل شخص بيشتري سيارة الأودي الجي ترون، وأكيد هذا الشيء لحتى يحفز ويساعد الناس إنه تشتريها وبنفس الوقت يحافظوا على البيئة. والسؤال اللي بتروح نفسه على طول، نحن أمتين رح نصير أصدقاء للبيئة ونهتم بالبيئة؟ التلوث عنا كتير عالي وصار لازم نفكر إنه عن جد نبلش ندخل سيارات الكهربائية، سيارات الهايبريد الهجينية، وحتى سيارات الغاز. بعرف انه هذا الشيء صعب، بده بنية تحتية وبده تحضير لسنوات من قبل الدول وقبل المصانع الكبيرة لحتى نقدر نوصل لهذا الشيء. خليط البنزين والغاز بيخلي السيارة تقطع مسافة 900 كيلومتر، وهذا الشيء يعتبر كتير جيد، وهذا الشيء صديق للبيئة. بتكون عم توفر الانبعاثات السامة وبنفس الوقت بتكون عم توفر على حالك مصاري كتير، لانه اول 3 سنين أودي عم تدفع الغاز، تاني شيء عم تدفع نص القيمة من البنزين وعم تمشي ضعف يلي بتمشي بالسيارة العادية. سيارة عادية ممكن تمشي بين 400 و 500 كيلومتر حسب المحرك وحسب السواقة، هذه السيارة عم تمشي 900 كيلومتر، و 900 كيلومتر كمان حسب السواقة. إذا أنت بتسوق بطريقة آمنة
ورايقة ممكن توصل لأكتر من هيك. وإذا بتسوقها بطريقة صعبة فجة ورياضية أكيد المصروف بيكون أعلى. مثل ما قلت لكم هالتجربة هي تجربة حشرية، حبيت اختبر شيء جديد بعالم السيارات، والغاز والبنزين إذا بيجتمعوا مع بعضهم بعتقد عم بيعملوا ثورة من ناحية النظافة وتلوث بالبيئة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب كمان وتعملوا شير ولايك للفيديو، وتخبرونا إذا في عندكم أي أسئلة أو أي شيء بهمكم تعرفوا. من ألمانيا ميونخ بقلكم باي باي.